نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحثوا من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى كيفية حل بعض مشاكل أو بعض أعطال سخان الغاز، سخان الماء للغاز، يعني يمشي بالغاز ماشي بالكهرباء. إن شاء الله نشوفوا كيف يعمل وكيفية حل مشاكله. أيضا بدون إطالة نروح نبدأ في الحلقة. إذن كما راكم تشوفوا عندنا هذا السخان يعمل بالغاز من شركة إينيوم، كما راكم تشوفوا مصنع من صنع جزائري، يعني تقدروا تقولوا لشوف كامل كما يسميو لهم باللغة الفرنسية، أو سخانات الماء كامل مخدومين بنفس الطريقة أو السيركوي تاعهم. يعني يكون دايما عندهم سيركوي تاع الماء، سيركوي تاع الغاز الخارجة والدخلة تاع الماء. كما راكم تشوفوا عندنا هنا نقدروا نرجليو الماء، يعني الديبي تاع الماء، وهنا تاع لافلام يعني نقصوا ولا نزيدوا في الغاز، وهذه أيضا تاع الغاز. دونك بدون إطالة نفتحوا، قبل نفتحوا هذا الغطاء باش نشوفوا طريقة فتح هذا الغطاء. يكون عنده دوفيس لهنا أو برغيين في هذا المكان وهذا وأيضا هنا. أنا نحيتهم باش ما نطولوش في هذا الفيديو. هذا لي بوطون تقدروا برك تجبدوا وتنحيهم بسهولة تمام. دونك نبداو نحيو هذا الغطاء كما راكم تشوفوا. فوالا، إذا نلقيو النظرة على هذا السخان واش كاين كامل الداخل باش نعرفوا كيفاش نحلوا المشاكل تاعهم. دونك كيفاش يعمل هذا السخان؟ دونك عندنا أولا، دونك كيما راكم تشوفوا أونتري دو لو، دونك عندنا الدخلة تاع الماء هنا، وعندنا السورتي تاع الماء هنايا كيما راكم تشوفوا، وعندنا هذه الدخلة تاع الغاز كيما راكم تشوفوا، وهذه تاع الاكسجين. يدخل الاكسجين كما راكم تعرفوا كامل باش تشعل الفلام لازم لهذا الاكسجين باش تشعل، او ميمطو هذا معمول لهذا الاخر كيفاش يسمولو. دونك هذا هو اللي يفتحنا الغاز ولا اللي يقطعنا الغاز ويلي يشعلنا البريكي ايضا. دونك طريقه العمل هذا السخان تاع الماء، دونك تفكرت اسمه هذا سيتام بريسوستا. هذا دونك كي يجي الماء كيدخل الماء منا، دونك نقربو هكذا شويه باش تشوفوا مليح. دونك يدخل الماء منايا واش يدير؟ يجي دونك نتعرفوا قبل بالسيركوي باش تشوفوا. دونك عندنا الدخله تاع الماء منا، يجي لهنا الماء ويروح، دونك يدخل في السيربونتا ومن بعد يخرج من هذه الجهه كما راكم تشوفوا، يخرج منه وين كاين هذا ومن بعد يجي يخرج منها منايا. دونك كي يدخل الماء من هذه الدخله واش يدير؟ يضغط على هذا البريسوستا. هذا البريسوستا واش يدير؟ عنده ينتج الداخل او الابره اللي تخرج ومن بعد تكسيتينا هذا الكونتاكت. هذا البريسوستا واش يدير؟ يغلق هذا الانتريبتور، يعني يغلق هنا السيركوي. كي يغلق هذا السيركوي واش يصرى؟ دونك يروح لابواط لهنا، عندنا لابواط داليمونطاسيون هنايا كما راكم تشوفوا. دونك واش يصرى؟ هذا يعطي الامر هذا لابوبين ولا سيتون الكتروفان او هذه اللي تخلي الغاز يروح باش يشعل هذا السيركوي ولا ما يخليش الغاز باش يشعل هذا السيركوي. يعني كي يجي الماء تكسيتي عفوا يغلقنا هذا السيركوي. كي غلقنا هذا السيركوي يعطي الامر يشعل البريكي. كي يشعل البريكي ايضا ويزيد يقفل السيركوي تاع هذا لابوبين. كي يقفل السيركوي تاع هذا لابوبين
ديكسيتي هاد لابوبين عندها انتاج داخل سيت اون الكتروفان كي باش تخلي الغاز يدخل للسيركوي تاع الغاز، ومن بعد الغاز يفوت منها كما راكم تشوفوا. هذا هو السيركوي تاعو. عندنا هنايا لي باك، هنا اللي يخرج الغاز من هاد لي باك. عندنا وقيل 12 على ما اظن، 6 في جهه و 6 في جهه واحده اخرى، دونك يشعلوا هادو تخرج الافلام منها. كي يخرج الغاز يلقى البريكي يدير السيركوي تاعو ويشعلنا الافلام. دونك مثلا اذا لقيناه هذا السخان ما يمشيش كامل، ما يمشيش كامل، دونك هنا يكون عندنا مشكل، ربما يكون في البطاريه هادو. عندنا البطاريه هنايا سي دي بيل ولا كيفاش تسموها، دونك تفتحو تكون عندك زوج بطاريات هنا رو، دونك البلوس والموا، ولا دونك نغلقو، ولا يكون المشكل في هاد لي فيش هنا. في اذا عندك مثلا السخان تاعك ما يمشيش كامل، دونك هنايا يكون في السيركوي الكتريك تاع هاد السخان ما يمشيش كامل. ولا يقدر يكون المشكل في هاد لانتيريبتور بريسوستا كما قلت لكم، دونك يمشي بلا بريسيو هنا. ولا يقدر دونك اذا ما سمعناش كامل الحس، دونك يقدر المشكل سوا يكون في لاليمونطاسيون، دونك ما كانش كامل لاليمونطاسيون هذا يدير خدمته بصح المصدر مصدر الجهد ما كانش صافي دير مالغري يقفل السيركوي بصح ما يفوتش مصدر الجهد. دونك في هذه الحاله يكون كما قلت لكم، دونك نفحصوا البطاريات، نحيو البطاريات اللي يكونوا هنا، ولا يكون المشكل في هذا السلك. بصح عاده ما يكونش المشكل في الاخر. ليسونسيال تقدروا تبدلوا هذه البطاريات ولا تفحصوا هذا السيركوي. دونك باش تفحص هذا السيركوي دونك عندك لي دو فيش هادو، لي دو فيش هادو داخلين في هاد لابواط هنايا اون نوا، دونك يدخل هنا. دونك تقدر تنحي هاد لابواط، عنده لي دو فيش هنا زوج براغي تنحيهم برك. وين دخلوا هاد زوج خيوط هادو تفحصهم بالاوم متر، ولا دير الاوم متر تاعك في الجهه وين يصوني، دونك تشوف اسك مليح ولا ماشي مليح. اذا لقيت مثلا هاد لافيش مليح، لا ليمونطاسيون مليحه، في هذه الحاله دونك يكون هاد هاد البريسوستا عيان مثلا، ما يديرش خدمته، استدير يبقى مفتوح ما يغلقش السيركوي كامل. ولا مثلا سمعنا البريكي يمشي والغاز ما يحبش يشعل، دونك في هذه الحاله يقدر يكون في لابوبين هذه ولا في الالكتروفان اللي تخلينا الغاز يدخل الداخل في السيركوي تاع الغاز. دونك نقدروا نبدلوا هذه ولا نفحصوها. ايضا تقدر تفحصها بال 5 فولت، دونك بالبطاريه 5 فولت كما هذه مثلا، تقدر هذه 4.5 فولت يقدر يمشينا كامل هاد الاخر. دروك نديرو اني سي دايور فوالا. دونك دروك نشوفو طريقه كيفاش يعمل هاد السخان. دونك كما راكم تشوفو عندنا لي دو فيش هادو نحيتهم هنا باش تشوفو بلاصتهم. انا كاين لي فيش هنا، واحد لتحت واحد للفوق، نحيتهم. دونك نركبوا هذه البطاريه بهذه الطريقه. نتوما 5 فولت برك، تحتاج 5 فولت باش يقدر يمشي. دونك ندير وحده في البلوس وحده في الموا كما راكم تشوفوا، راني ركبت هذا اخر. دونك نشوفوا طريقه عمل هذا. دونك نديروا هذه البطاريه هنايا. دونك كما راكم تشوفوا نفرضوا بلي دخل الماء دروك ومن بعد طلع هاد. كما قلت لكم كاين الابره للداخل، دونك هاد لاتيج طبع هاد الابره تفونكسيوني، هاد يفونكسيوني هاد الانتريبتور دو بريسوستا. دونك كي تخرج هاد الابره طلعنا هاد لاتيج، كي طلع هاد لاتيج تفونكسيوني هاد الانتريبتور طلقنا السيركوي.
دونك نحنا نطلعوا هذا الانتريبتور كما راكم تشوفوا. دونك ما توصلش تريسيتي، سمحوا لي برك شويه. دونك سي بوسيبل لازم نبدل لا بولاريتي. بس كاين لو ريسبي دو البلوس سي لو موان. بهذه الطريقه كما قلت لكم تقدروا تفحصوا لابوبين ايضا كي تنحيوا هاد لافيش، ديروا البلوس والموان الداخل برك. دونك يدخل الماء، دونك تمشي كما راكم تشوفوا. دونك يدخل الماء من هنايا كما قلت لكم، دونك يطلعنا هاد لاتيج تاع البريسوس تاع كما راكم تشوفوا. تشوفوا في هاد البريكي يدير ليزيتانسيل، يدير شرارة كما راكم تشوفوا. سمعتوا هاد لابوبين دار تق، دونك فتحتنا السيركوي تاع الغاز. نعاودو باش تشوفوا مليح. سمعتوا؟ دونك تشوفوا هنايا لافلام، شوفوا برك لهنا باش تشوفوا لافلام او شرارة كما راكم تشوفوا. تسمعوا هاد الحس لهنا طق. سمعتوا؟ سي اون بوبين دو 5 فولت. دونك بهذه الحالة تقدروا تفحصوا هاد لابوبين. ديروا هكذا كما درت انا، درت 5 فولت، ولا ديروا البطارية تاعو تخليو لي فيش، ديروا بهذه الطريقة باش تفحصوا هذا الانتريبتور. وايضا كي مثلا لقيتوا هذا الانتريبتور تمشي ما سمعتوش الحس في هذا لابوبين، معناتها لازم تنحيوا هذا لابوبين تفحصوها. ايضا ديروا ديريكتومون بلوس الموا في هذا لابوبين، تشوفوا اسك دير طق ولا كي تنحيوها تلقاو لاتيج تدخل لداخل وتخرج. استدير كي ديروا الالكتريسيتي تدخل، ومن بعد كي تنحيوا الالكتريسيتي تخرج، تخرج هذا لاتيج باش تخلق لنا السيركوي. وعندنا ايضا مشكل واحد اخر، يكون مثلا الماء الخارج استدير ماء السخون ضعيف، يخرج بصح بالعقل. حنا مثلا شعلنا لابومب والماء، والماء توجور ضعيف ولا ما يسخنش مليح الشفبه تاعنا. ان شاء الله باسكو باش نديرو. دونك في هذه الحاله يكون هذا السيركوي عنده الكالكير، لازم نيتوايو هذا السيركوي. ان شاء الله ندير الحلقه القادمه نديرو كيفاش نيتوايو هذا السيركوي، كيفاش نحيوها، كيفاش نيتوايو باش ما نطولوش هذا الفيديو. دونك نسيت ايضا بار اكزومبل كي يكون مشكل في السيركوي الكتريك، ايضا لو كان ما يكونش ما تكونش هذا لافيش بليتون هذا السيركوي مغلوق، استدير يحس هذا سيتان تيرموستا، تيرموستا كليكسون يسميو لها تيرموستا كليكسون. كي تطلع الحراره يفتح السيركوي، كي تهبط الحراره يغلق السيركوي. دونك هذا سي اون بروتيكسيون او حمايه كي تكون حراره طالعه يعني يغلقنا السيركوي. دونك كما راكم تشوفوا كما قلت لكم، دونك لو كان نحي دروك هذه نشعلوا هذا السيركوي ما نسمعوش لابوبين، البريكي يشعل بصح ما يخليش الغاز يفوت. دروك نشوفوا نحيوا هذا لافيش، دروك ما نسمعوش هذا الحس تاع هذا لابوبين، ما تكسيتيش ما تخليناش الغاز يفوت. سمعوا برك باش اذا تسمعوا هذا الطق تاع لابوبين ولا ما تسمعوش. ما كانش، دروك نرجعوا تشوفوا. رجعت لافيش كما راكم تشوفوا، دروك نسيو كما راكم تشوفوا. سمعنا الحس. باش ما نطولوش عليكم، الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اتمنى انني وفقت في الشرح، ان شاء الله استفدتوا في هذه الحلقه. اذا لديكم اي سؤال اكتبونا في الكومنتير، ان شاء الله نريبونديوكم. دونك كما قلت لكم في الحلقه القادمه ان شاء الله يكون كيفاش نحيو كامل هذا، وباش نيطويو هذا السيربونتا وين يسخن الماء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.